مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حدث في أراكان. اعترف جيش ميانمار عن مساهمة بعض أفراده وسكان قرى في مقتل 10 أشخاص من مسلمي الروهنجيا في ولاية أراكان، وقال بيان للجيش إنه سيتم معاقبة القرويين وقوات الأمن المتهمين بقتل الروهنجيا وفقا للقانون. من ناحيتها، رحبت زعيمة ميانمار المدنية أونغ سان سوتشي باعتراف الجيش غير المسبوق واعتبرته خطوة إيجابية. زار وزير الخارجية الياباني تارو كونو غرب ميانمار لتفقد جهود البلاد لعودة مسلمي الروهنجيا. وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية يوم الأحد الماضي أن كونو وصل إلى ولاية أراكان على متن مروحية عسكرية ميانمارية مساء السبت الماضي كأول وزير من دولة أجنبية يزور المنطقة. وقال كونو للصحفيين إن العديد من القرى والمنازل رآها محترقة، مضيفا أن الوضع مروع وسيستغرق الكثير من العمل لمساعدة اللاجئين العائدين على إعادة بناء حياتهم. قالت بنغلاديش يوم الثلاثاء الماضي إنها اتفقت على استكمال عملية عودة الروهنجيا المسلمين إلى ميانمار في غضون 2 من بدء عملية إعادة الترحيل، وتم الاتفاق خلال اجتماع بين البلدين لتنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي. ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلاديش موعد بدء العملية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عن قلقه إزاء اتفاق توصلت إليه ميانمار وبنغلاديش حول إعادة 100,000 المسلمين الروهنجيا، واستبعدت عنه المفوضية السامية للاجئين التابعة للمنظمة الدولية. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة: نعتقد أنه من المهم جدا أن تكون المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مشاركة في العملية لضمان التزام العملية بالمعايير الدولية. أعلن مسؤولون في بنغلاديش وفاة 30 طفلا في مخيم مؤقت للاجئين الروهنجيا القادمين من ميانمار المجاورة، وذلك جراء إصابتهم بمرض الدفتيريا. وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم الاثنين الماضي أنه تم تسجيل أكثر من 4,000 حالة اشتباه بالمرض حتى الآن، وذلك بعد أن تفشى بشكل كبير. اندلع حريق في مخيم للاجئين الروهنجيا في بنغلاديش يوم الخميس الماضي تسبب في وفاة وإصابة عدد من اللاجئين بينهم نساء وأطفال، وحصلت وكالة أنباء أراكان على مقاطع حصرية للضحايا من مكان الحادث أثناء نقلهم للمستشفى. وقد أظهرت تعرض الأطفال للحريق بدرجات مختلفة وصلت في بعض الحالات للخطيرة. وفي وقت لاحق ذكرت السلطات البنغالية يوم الجمعة الماضي أن امرأة روهنجية وثلاثة أطفال لقوا حتفهم في الحريق الذي قضى على خيمتهم الواقعة ضمن ملاجئ للأمم المتحدة في كوتو بالونغ بنغلاديش. انتهت نشرتنا في هذا الأسبوع، إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم، هانا أودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.